بسم الله الرحمن الرحيم. جماهير مصر العظيمة في مصر والعالم، واسمحوا لي أن أتقدم هذه المرة إلى كل الجماهير المصرية وليس جماهير الزمالك فقط، ومن هنا ورايح سوف نكون كذلك مع أن احنا نحب نادي الزمالك. وتحياتي إليكم جميعا وتحياتي إلى كل أعضاء قناة الجريء تي في، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة على قناة الجريء تي في. وسوف أقدم لكم اليوم في هذا الفيديو موضوعات هامة جدا وخطيرة ومفاجآت كثيرة. وسوف نبدأ، وقبل ما نبدأ أنا كنت عايز بدعي ربنا إن شاء الله يقدر ينجي الطفل ريان اللي ساقط في البير في بلد شمال المغرب. وطبعا احنا طبعا بقاله 5 أيام دلوقتي، وكل الجهات والمسؤولة والحماية المدنية والشركات كلها بتحاول انها تخرج الطفل دوت من الضيق اللي هو فيه، وان شاء الله قربت. يعني اخر معلومة قبل ما اطلع كان فاضل حوالي ساعتين على ما يخرجوه يوصلوا له، وان شاء الله يطلع بالسلامة ويرجع لاهله. وبس انا شفت ترابط والتحام كبير بين كل الشعب العربي اللي شاركوا المغرب وشاركوا اهل الطفل دوت في المصيبه بتاعتهم، لكن ان شاء الله نتمنى ان هو يطلع بالسلامه ودعواتكم جميعا. ونبدا على طول ان شاء الله الفيديو بتاعنا. واول موضوع هنتكلم عنه النهارده هو طبعا خاص بمنتخب مصر الذي فاز على الكاميرون بضربات الترجيح وتأهل لمباراة النهائي أمام السنغال في بطولة أفريقيا 2021 بالكاميرون. وفي البداية أحب أن أهنئ رجال منتخب مصر الأول لكرة القدم وجماهير الكرة المصرية والعربية بمناسبة فوز منتخب مصر على الكاميرون بضربات الترجيح، وبهذا يتأهل لنهائي أفريقيا في الكاميرون 2021. وقد عمت الفرحة كل شوارع مصر التي شهدت تجمعات المصريين في كل مكان لمتابعة المباراة عبر شاشات ضخمة، كما عمت الفرحة كل الدول العربية والجاليات العربية في أوروبا. واستمرت الاحتفالات بتأهل منتخب مصر للمباراة النهائية على الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، وشفنا كلنا طبعا فرحة المصريين في الشوارع، وإن هذا الشعب العظيم محتاج يفرح ونفسه يفرح من زمان، وقد ايه المصريين بيحبوا بلدهم مصر ومنتخب مصر. وتذكرنا ايام المنتخب الحلوه في عام 2006 و2008 و2010، ويامل المصريين في استرداد الكاس التي فاز بها منتخبهم منتخب الفراعنه 7 مرات من قبل. وكانت الجزائر قد فازت بالبطوله في نسختها الاخيره عام 2019 التي اقيمت في مصر. ويرجع الفضل لهذا الفوز الكبير لله سبحانه وتعالى اللي عايز يفرح المصريين ودعائهم المستمر للمنتخب، وكذلك رجولة لاعبي المنتخب كلهم بدون استثناء، فكانت ملحمة من الرجولة والوفاء والتضحية والحب والانتماء لمصر. فهنيئا لمصر بكم يا رجال، واحنا وراكم وفي ظهركم حتى تفوزوا بالمباراة النهائية وكأس البطولة، ونقدر نسعد كل المصريين والعرب في العالم. واليوم ان شاء الله لن نتكلم عن اي حد في المنظومة الرياضية، دعونا نفرح فقط ونشجع المنتخب حتى الفوز بالبطولة، وبعدها يكون حديث اخر. فقد تأهل المنتخب المصري لنهائيات كأس الأفريقية بعد فوزه على منتخب الكاميرون بضربات الترجيح بنتيجة 3-1 في مباراة النصف النهائي التي أقيمت يوم الخميس على الملعب الأولمبي في العاصمة ياوندي. واستطاع حارس مرمى المنتخب المصري محمد أبو جبل التصدي لركلتي ترجيح بينما سددت أخرى بعيدة عن المرمى، وتجمع مباراة النهائي بين منتخب مصر والسنغال يوم الأحد القادم.
بينما يقابل منتخب الكاميرون بوركينا فاسو في مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت. ودخل كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر بتشكيلة مكونة من حارس المرمى محمد أبو جبل، خط الدفاع أحمد فتوح ومحمد عبد المنعم ومحمود الونش وعمر كمال عبد الواحد، وخط الوسط كان حمدي فتحي ومحمد النني وعمر السولية، وفي خط الهجوم كان عمر مرموش ومصطفى محمد ومحمد صلاح. ثم دخل محمود تريزيجيه ومهند لاشين وإمام عاشور ورمضان صبحي ومحمد شريف وأخيرا أحمد سيد زيزو. وكان محمد شريف قد شارك في بداية الشوط الثاني من الوقت الإضافي في مباراة مصر والكاميرون، ولم يستمر في الملعب سوى عدة دقائق حيث انخرطأ اللاعب في البكاء بعد خروجه من الملعب مباشرة. وكيروش قال خلال تصريحات صحفية بعد المباراة أن تغيير محمد شريف بعد نزوله بالدقائق نظرا للتأكد من أن المباراة سوف تنتهي بالتعادل السلبي، ويحتكم المنتخبان إلى ضربات الجزاء الترجيحية، حيث فضلت نزول أحمد سيد زيزو الذي يجيد تسديد ضربات الترجيحية وخروج محمد شريف. وأوضح أن محمد شريف لاعب كبير في منتخب مصر لا غنى عنه، ولكن ظروف المباراة هي التي اضطرتني لتغييره، خاصة وأن المباراة كانت تتجه إلى ضربات الجزاء الترجيحية، مؤكدا أن اللاعب تفهم هذه الواقعة تماما وفضل مصلحة مصر على أي اعتبارات شخصية أخرى. وطبعا احنا بيقول له ما تزعلش يا شريف، انا طبعا احنا زعلنا عليه، لان طبعا هو لما بكى بعد لما نزل قعد ما كملش 6 7 دقائق، لكن طبعا انت لاعب كبير واهم حاجه ان المنتخب كسب والجايات اكتر من رايحات ان شاء الله. وشهدت الدقيقه 90 طرد الحكم مدرب المنتخب المصري البرتغالي كارلوس كيروش بعد مشاده مع الحكم المساعد اعتراضا على قرارات الحكم بكاري جسامة. وفي حديثه للصحفيين بعد نهاية المباراة قال كيروش مرة أخرى ولسوء الحظ عينوا هذا النوع من الحكام لمباراة بهذا المستوى، وأضاف حكام ليس لديهم خبرة ولا مستوى، هدفهم الوحيد الاستعراض. وتابع بدأ الأمر في غرفة الملابس، حيث قبل أن نبدأ المباراة جاء جسامة إلينا لتخويفنا. وأوضح مدرب الفراعنة أنه رغم كل ما فعله جسامة كنا أفضل فريق في الشوط الثاني وفي ركلات الترجيح. وأكمل كيروش نحن نعمل، فلماذا يهددوننا بإصبع في الوجه؟ من يمنح هؤلاء القوة؟ هذا هو المقصد، اكتبوا هذا. لقد طردوا مساعدي بالفعل روجر ديسا، كانت ضحية اعتداء من قبل رئيس الاتحاد المغربي، وهناك شهود. أهانه في النفق المؤدي لغرفة الملابس وهاجمه، وقرار كاف وإيقافه 4 مباريات، ولا هذا ظلم ولا شيء لرئيس الاتحاد المغربي. وواصل شيء آخر، اللجنة المنظمة ارتكبت خطأ ووقعت غرامة على مصر 100,000 دولار لعدم حضور مؤتمر صحفي. إنهم يحمون أنفسهم فقط، سأقولها ولا يهمني أن الصحافة المصرية تجتزئ ما أقوله، لأنها تجتزئ دائما مصر ضعيفة وكاف لا يحترم مصر. وأتم المدير الفني لمنتخب مصر تصريحاته قائلا كاف لا يحترم مصر، من توقيت المباريات إلى جولة الملاعب كان لدينا أسوأ الملاعب، نحن مصر. كيف لهذا الحكم بعد ما فعله في السابق أن يكون في كأس الأمم الأفريقية؟ من يفهم هذا؟ لا أحد. طبعا احنا بنقول له ده كلام كبير وخطير يا عم كيروش، مالك؟ ايه اللي حصل؟ هو انت شارب حبوب الشجاعة ولا ايه؟ احنا كلنا عارفين ان الكاف لا تعترف بمنتخب مصر ولا تعيره اي اهتمام، لان اهل البيت هم اللي عملوا كده علشان النادي الواحد بتاعهم. انت نسيت منتخب القرن اللي اعطاه عيسى حياته للكاميرون بالاتفاق مع مصطفى مراد فهمي عشان يدي نادي القرن للأهلي؟ ده انت طيب قوي. وقد أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي كاف يوم الجمعة قرارا بإيقاف كارلوس كيروش لمدة 2 مباراة، إضافة إلى تغريمه مبلغ 10,000 دولار، وذلك بعد طرده خلال مباراة الفراعنة أمام الكاميرون.
كما وجهت اللجنة تحذيرا أخيرا للمصري وائل جمعة مدير منتخب مصر بالإيقاف حال الاعتراض مجددا على قرارات الحكام. وتعتبر هذه عقوبة قاسية بحق كيروش الذي سيغيب عن قيادة منتخب مصر خلال المباراة النهائية ضد السنغال يوم الأحد المقبل، وسيتولى مهمته المدرب العام ضياء السيد. وبعد هذا الإيقاف كيروش طلع قال شباب منتخب مصر إلى الطريق إلى أرض الأحلام، أنا على استعداد لدفع ثمن هذه العقوبة الفظيعة وغير العادلة وتجبرني على الغياب عن النهائي، أشعر بالفخر والتكريم لذلك لأنني أدفع هذا الثمن في شكلي لحمايتكم، لحمايتكم أنتم وفريقنا في مثل هذا السلوك المتغطرس وما أتوقعه واصله كان فقط عدم الكفاءة ولا شيء آخر. ستعزز بمزيد من القوة استراتيجية الويب العنكبوتية التي تم إنشاؤها بجهودكم وتضحياتكم وتطوير عقلية الفوز والفريق. يعني هو طبعا بعد تم إيقافه مبارتين طبعا قاعد يقول بقى إن أنا بتحمل النتيجة ديت وأنا عملت كده لصالح الفريق وأتمنى لكم إن أنتم يعني تكونوا بخير وتحققوا الحلم بتاعكم، وطبعا قاعد انتقد بقى الحكام والناس المتغطرسة، وطبعا هو كان متوقع هذا الكلام يعني. وقد وجه المدير الفني لمنتخب مصر البرتغالي كارلس كيروش رسالة للاعبي الفراعنة قبل ساعات من مواجهة الكاميرون في نصف نهائي كأس أفريقيا، وقال لهم كيروش في رسالته التي نشرها الاتحاد المصري لكرة القدم على حسابه في موقع تويتر: شباب منتخب مصر، الحرب مستمرة من خلف الكواليس مع كل معانيها الباهظة والقرارات غير العادلة ضد فريقنا. وأضاف: نحن نواجه فقط ألعاب ذهنية صغيرة ينتجها قاصرون يحاولون بها تشتيت تركيزنا، الحقيقة فقط أنهم يستطيعون فقط رفع ثقتنا وإشعال حماسنا لأداء أفضل، ويستطيعون فقط أن يؤثروا على فريقنا بمزيد من الحماس والقوة لانتفاضتنا وأداء مهمتنا. وتابع: الفائزون يأخذون كل شيء، وسوف نتوقف فقط عن الصراع ونستريح بعد انتهاء المباراة. الفائزون يأخذون كل شيء ولن نترك شيئا للآخرين. وتأتي رسالة كيروش ردا على رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو الذي كان قد شبه مباراة مصر والكاميرون بالحرب ويجب الفوز بها. وقد تكون الرسالة أيضا ردا على تعرض منتخب مصر لمضايقات في مرانه أمس الأربعاء، حيث اضطر الجهاز الفني للفراعنة بقيادة كيروش إيقاف التدريبات أكثر من مرة بعدما لاحظ وجود طائرة تحلق في السماء بصورة متكررة لا علاقة لها ببعثة المنتخب. وإحنا بقى بنقول لصامويل إيتو هارد لك، أنت لسه شاب والحياة لسه طويلة قدامك، يوم لما تمسك الاتحاد الأفريقي كاف ابقى انقله من القاهرة واخدم بلدك زي ما أنت عايز، بس برافو عليك انك حبيت تخدم بلدك الكاميرون مش نادي اوحد اسمه كانون ياوندي او القطن الكاميروني. معلش قلت لكم في بداية الفيديو ان انا مش هتكلم عن المنظومة الرياضية اليوم، بس الافية تحكم. احنا طبعا غضبنا من صامويل إيتو علشان بيشجع منتخب بلاده وبيقول للعيبة على ماتش مصر انها الحرب. احنا بقى للأسف عندنا رئيس اتحاد كورة بيشجع الأهلي وخايف عليه ولغى أقدم مسابقة اللي هي مسابقة كأس مصر علشان الأهلي مش عايزه وخايف يلعب بيراميدز ويتغلب وبعدين يتعب نفسيا، وكان حيموت ويلغي بطولة أفريقيا علشان خطر الأهلي، ومعاه إعلام الضلال والتدليس واشتغلوا على إن الكاميرون مش مستعد والبطولة هتتلغي. وصامويل إيتو محدش كسر عينه ومش بتاع ساعات، ولا ابنه بيلعب في نادي عايز يزود عقده، ولكن الله فوق الجميع ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ومنتخب مصر الحمد لله وصل للمباراة النهائية
وان شاء الله نفرح كلنا بالفوز بالكأس ولا عزاء للمرتزقة. الموضوع الثاني في الفيديو بتاعنا النهارده هو طبعا خاص باشتراك الاهلي في وخوضه غمار كأس العالم للأندية اليوم في 2022، ويستعد الاهلي المصري لخوض غمار كأس العالم للأندية 2022 والتي تقام في دولة الإمارات خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل. وستكون هذه المشاركة السابعة والثانية على التوالي للأهلي في كأس العالم للأندية، علما بأنه حصل على الميدالية البرونزية في النسخة الأخيرة. ويسعى الأهلي للحصول على مركز أفضل في النسخة الحالية، لكن الفريق يعاني من عدد من الغيابات من قائمته، لأن طبعا هم كانوا عاملين حسابهم إن المنتخب يخرج وكل لعيبته تروح معاهم بطولة العالم للأندية، لكن الحمد لله المنتخب ربنا أكرمه وصل للمباراة النهائية، فاللعيبة كلها موجودة، فهو راح بقى إيه بالقايمة نفس القايمة اللي لعبت رابطة إيه الأندية. والأهلي هيلعب مبارياته في كأس العالم للأندية، ويستهل الأهلي مبارياته في كأس العالم للأندية بمواجهة مونتيري في يوم 5 فبراير اليوم يعني. وفي حالة فوزه سيواجه فريق بالميراس اللي هو البرازيلي في نصف النهائي، وإذا خسر الأهلي سيضرب موعدا مع الخاسر من مباراة الهلال والجزيرة في مباراة تحديد المركز والخامس. وطبعا طلع أحمد شوبير طلع بيقول الأهلي هيلعب بمين يعني في كأس العالم للأندية الأهلي هيلعب مين اللاعبين اللي هيلعب بيهم يعني. وما زال شوبير بيخدم على الاهلي كالعاده. وطبعا بحكم منصبه شوبير زي ما احنا عارفين هو نائب رئيس نادي فيوتشر اللي هو النادي الجديد، ولما اتوقع عليه كان عندهم اللي هو محمد عبد المنعم كان طلع ارى من الاهلي لفيوتشر، لكن طبعا لما اللاعب قلق و يعني لفت نظره عمل بطولة رائعة في بطولة العالم في بطولة أفريقيا، فطبعا الأهلي حب يسترجعه، فتم الاتفاق بين شوبير وبين الأهلي على إيه إنه يعمل إيه بقى يرجع لهم مصطفى مع محمد عبد المنعم، يقطع عقد الإعارة بتاعه وبشرط إن هو يضاعف عقد الحارس الثالث إيه لنادي الأهلي اللي هو ابنه مصطفى شوبير اللي بيلعب في الأهلي، وضاعف المرتب بتاعه من الى 8 مليون جنيه بدلا من 2 مليون، يعني هو كان بياخد 2 مليون رفع له مرتبه الى 8 مليون جنيه وجدد له العقد لمده 5 سنوات، مع انه عقده ما زال فيه 3 سنوات. وطبعا كل دي تبادل مصالح، وفي المقطع ان هو لغى عقد اعاره محمد عبد المنعم واعادته للاهلي مره اخرى. هكذا تدار الامور، تنفق المال العام في مصر على مسمع ومرأة من المسؤولين، وطبعا ما لحدش ايه بيحاسب حد يعني. وعندنا كمان ايمن منصور اللي هو كان لاعب الزمالك السابق عضو مجلس ادارة نادي فيوتشر، واللي هو اللي بيشتغل يعني مع شوبير اللي هو النائب رئيس مجلس ادارة، كان طلع مع خالد الغندور وقال له ان محمد عبد المنعم قطعنا اعارته علشان الاهلي في مهمه قوميه يعني. حتى ايمن منصور اهو كمان بقى انبطح وبيقول لهم بقى ان الاهلي في مهمه قوميه عشان كده قطعنا الاعاره بتاعته، زي ما مجاهد عمل ايام الشناوي. لكن لما سالوه على عمر كمال اللي هو برضه كان طلع من الزمالك اعاره علشان مشكله بتاعه القيد، قال لهم عمر كمال اللي عمل عقد مع الزمالك واخد مقدم العقد، فهو البي شايف ان اللاعب الزملكاوي اصبح مؤثرا في المنتخب واضافه كبيره، وبالتالي هم متمسكين بيه. يعني هم دلوقتي لما عمر كمال بقى كويس في المنتخب قال لك لا احنا عايزينه ومتمسكين بيه في فيوتشر، يعني مش عايزين يرجعوه زي ما عملوا مع محمد عبد المنعم. يعني حتى ايمن منصور اللي هو بيقول عليه زملكاوي او انبطح زيهم، وطبعا ايه كاي زي اي واحد زملكاوي بيمسك اي منصب علشان يفضل في مكانه او بيبيع النادي ويبيع نفسه، لكن طبعا ايه حسبي الله ونعم الوكيل، وطبعا احنا لا عندنا رموز ولا عندنا اي حد، وهو ده ايه ده حظنا يعني. وانا كنت قلت لكم على شوبير كان عمل لبنته برنامج
اللي هي اسمها سلمى، كنت قلت لكم في الفيديو اللي فات ان عامل برنامج في الاذاعه، واللي هي اسمه اون سبورت اف ام، وطلعت طلع مع البنته اللي هي سلمى شوبير، طلعت عملت له مداخله هاتفيه وبتساله على مصطفى شوبير ابنه، بتقول له ايه رايك فيه وهيتقدم ازاي ومستقبله ازاي. واكتشفنا بقى ان مخرج البرنامج هو بنته الثانيه اللي اسمها هبه شوبير، يعني العيله كلها بتشتغل في القناه بتاعت اون سبورت اللي هي الاف ام بتاعت اللي هي بتذاع الاذاعه، يعني عيله كامله هو شوبير محتل بيها القناه بتاعت اون سبورت. طبعا ايه، احنا مش برضو لازم هنعمل فيديو جديد تاني خالص بعد ان شاء الله ما تنتهي الدوره بتاعت بطوله افريقيا دي، عشان نشوف حل ايه في كل المواضيع دي ان شاء الله. الموضوع الثالث في الفيديو بتاعنا النهارده طبعا خاص بالمستشار مرتضى منصور في انتخابات نادي الزمالك. طبعا كلنا شفنا البرنامج اللي كان على قناه الحدث امس، وطبعا كل الناس تابعته، وكنا انتظرنا من مستشار مرتضى منصور ان هو يعني مطلع، يعني بقاله اكتر من كام، من 14 شهر او اكتر، ما 15 شهر ما طلعش على اي قناه، واحنا طبعا كنا مستنيين نشوف هيقول ايه في القناه. وطبعا جاء معاه نفس الموضوع، المستندات العقود والقوانين والاحكام وعقود الايجار والفواتير، طبعا الكلام ده كله كويس، لكن طبعا احنا قبل ما نخش في هو قال ايه، احنا بنطلب منه يا سياده المستشار كل الورق اللي انت نشرته دوت وقلت لهم في القناه اعملوها اهو عندكم، اللي عايز يجي يشوفه يشوفه، لا انت ممكن تنزل كل الورق دوت على صفحتك بحيث الناس كلها تشوفه. وكمان إيه زي ما قلنا لك قبل كده، كل انت شايف اي مكلفات على اي حد تحطها كلها في ملف وتعمل شكوى وتبعتها كلها للنائب العام، وهم بيحققوا في كل المخالفات ديت، لان طبعا ديت إيه انت راجل بتحافظ على المال العام وانت راجلك ايدك نظيفه، فدخل بقى النيابه معاك وكل واحد ياخد حقه. المهم طبعا احنا البرنامج طبعا كان جه، وكان في يعني قناة الحدث، وكان انا بصراحة انا شفته بصراحة كان جيد، يعني ما كانش في حاجات تجاوزات، يعني الا حاجات بسيطة. لكن طبعا المستشار نفس الموضوع كان بيتكلم على الناس اللي هم كانوا ماسكين النادي، الناس القديمة ايام ممدوح عباس وبعد كده، واللي حصل فيها والديون والايجارات والمحلات و اللعيبه والمخالفات وكذا والقروض، وازاي حجز على البنوك. طبعا كل الكلام ده حاجات احنا ايه كنا سمعنا عنها قبل كده، ولكن طبعا الحاجه اللي هي لفتت نظري في هذا الموضوع هو كلامه على انه عمل جهز شكوى للفيفا 152 صفحه وبالترجمه، وعرضها على الشاشه امام الجماهير، وقال لهم انا طبعا انا ما رضيتش اعمل ابعت الشكوى ديت، لان كان سيتم ايقاف النشاط لمصر وانا ما رضيتش الضرر لبلدي. وانا بقول له بقى يا ست المستشار، انت عشان لقيت فساد والفساد دوت انت عايز تصلحه، فلما تبعت انت للجهه المسؤوله عن كره القدم حتى لو وقفت النشاط، هيتوقف النشاط لفتره مؤقته لحين ازاله المشاكل، يعني او يرجع الوضع لاصله، يعني زي اي جهه بتدخل بتحل، زي مجلس الامن بتخش في المشاكل بتخش تحل المشاكل وبعد كده بيرجع الوضع كما هو عليه. والموضوع ده حصل في كذا دوله في العالم، ان بيحصل ايقاف النشاط شهر اتنين وبعد كده يرجع الوضع كما هو عليه. فطبعا انك انت تعمل الشكوى للفيفا دي ما فيهاش اي مشكله، حتى لو وقف النشاط ايه المشكله ما توقف شهر ولا شهرين وبعد كده تتحل بقى، تنضف المنظومه ويكون في العداله والشفافيه زي ما احنا كلنا عايزين، يبقى ديت ما فيهاش اي مشكله ولا ضرر لمصر ولا ضرر، ده بالعكس ده ديت هتعمل انتعاشه للرياضه وهتجذب راس المال والرياضي، وهيكون في عداله وهتبقى مسابقه شريفه ومحترمه يعني.
زي ما قلنا قبل كده حصل في دولة النرويج، كان عندهم برضو فساد وكده، راحوا اشتكوا للفيفا، والفيفا عينت لهم واحد في البلد بتاعهم لإدارة الرياضة لحين لمدة سنة أو سنتين. بعد كده عملت كوادر شفافة محترمة ورجعت الرياضة زي ما هي يعني، والوقت البلد النرويج بلد محترمة وبتلعب في كأس ترشحات كأس العالم، لأن النوادي بتاعتها بتلعب في بطولة أوروبا وما فيش أي مشاكل يعني. فطبعا انك انت ما تبعتش الفيفا دي، ده مش مشكلة يا سيادة المستشار. الموضوع طبعا الثاني اللي لفت نظري برضو ان هو كان برضو عمال يتكلم على منعه من الكلام في التلفزيون او القنوات الفضائية، ان هو معاه حكم بان مرتضى منصور كان منعه من الظهور على القنوات الفضائية، لكن المحكمة حكمت له ان هو يظهر، وقلت ان في شخص هو العامل اللي هو هذا الكلام، ولكن ما قلتلناش مين هو هذا الشخص، وقلت ان ده جريمة وانا بعمل بخدم بلدي ودافع عن بلدي. طبعا كلامك مظبوط وانت بتعمل مشاهدات وكل حاجة، لكن انت ما قلتلناش مين هو الشخص اللي منع من الظهور في الاعلام. الموضوع الثاني برضو اللي انت اتكلمت عنده، ان انت ركزت برضو على ممدوح عباس والشلة بتاعته والمخالفات وكذا 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 واللجان، ولكن ما قلت برضو ان ممدوح عباس انت عارف ان هو وراه اتنين وهم وانت عارفهم، او مش عايز تقول اسمهم. ليه يا سيادة المستشار مش عايز تقول اسمهم؟ ليه؟ احنا عارفين هو الرجل الخفي او مين هو، او الناس بتوع مافيا الرياضه يعني، الكلام ده مفروض يتقال، لكن طبعا احنا عذرينك طبعا على اللي انت طبعا متردد انك انت تقول اسمه، لان طبعا هو ده اس الفساد يعني، هو ده سبب المشكله مش ممدوح عباس، لان احنا عارفين ان ممدوح عباس ده اداه او هو بينفذ الاجنده اللي هم طالبينها منه يعني. الموضوع اللي طبعا اللي احنا طبعا كل الكلام اللي انت قلت عليه ده كله كلام جميل، وزي ما قلنا لك انت راجل ايدك شريفه ومحترمه وعملت انجازات للنادي، وبعت رسائل للجمعيه العموميه تعالوا شوفهم، ولو انتوا عايزين انتخبوهم دول هيدمروا النادي وكذا وكذا. فطبعا ايه الكلام ده باين زي عين الشمس يعني، عين الجمعيه العموميه ناس محترمين وناس بيفهموا، شايفين كل حاجه بعينيهم، شايفين الانجازات وشايفين كل حاجه يعني. ويسالك المذيع بيقول لك هو ممدوح عباس بيعمل كده ليه؟ انت قلت له هو عشان يدمر النادي، لكن انت ما قلتلوش هو عايز يدمر النادي ليه؟ احنا طبعا هو بيدمر النادي باوامر من الناس بتوع مافيا الرياضه بس يعني، لان هو مش هيستفاد اي حاجه ان هو يدمر النادي، زي ما قلت ان الاخوان قالوا لا نحكمكم لنقتلكم. طبعا ده يعني هو تشبيه، لكن يعني ايه مش موضوعنا دلوقتي يعني. ركزت برضو على لجنه لبيب والكلام ده، برضو احنا قلنا لجنه لبيب دي لجنه منبطحه وجايه بتنفذ الاوامر، وطبعا دول ما لهمش اي لازمه ولا ما كانش لهم اي حاجه يعني. زي ما قلنا لك يا سياده المستشار انشر كل بياناتك ديت او العقود كلها على صفحتك كل الناس تشوفها، واعمل وكلف اي حد بقى من المكتب بتاعك انه يعمل مذكرات ويبعتها مباشره للنائب العام لكل الناس المخالفين دول. وبعدين طبعا اتكلمت برضو على انجازاتك في النادي وسددك للديون واللعيبه والعقود ولعب الصالات وكده، طبعا كل الكلام ده ما حدش يخفى عنه مجهوداتك اللي انت بتعملها، وده طبعا مجهود انت تشكر عليه، وانت فعلا انت رجل مرحله، وان شاء الله يعني تمر الانتخابات على خير والجمعيه العموميه يعني تنتخب الرجل الاصلح اللي هو طبعا معروف مين يعني، ان شاء الله الناس تقف في ظهرك وكل الناس يقف في ظهرك لحد ايه ما تنجح ايه في الانتخابات. طبعا المجموعه الثانيه اللي هم بتاع ممدوح احمد سليمان دول معروف ان هم دول ما لهمش اي برنامج ولا لهم اي حاجه خطه لتطوير النادي او عمل النادي او عمل اي شيء، لكن دول هم جايين علشان يعملوا مشاكل مع مرتضى منصور
عشان لإثبات أمام الرأي العام وأمام الدولة إن هو اللي بيعمل المشاكل وهو كذا وأنتوا رجعتوه وكذا. وطبعا ده ممول من ممدوح عباس، وعارفين برضه مين اللي ورا ممدوح عباس اللي هو الرجل الخفي والناس بتوع مافيا الرياض. يعني ده كلام مش محتاج كلام يعني. اللي طبعا احنا بنتمنى الخير لنادي الزمالك، وبنتمنى الخير للجمعيه العموميه، واحنا زي ما قلنا احنا عايزين استقرار لنادي الزمالك، عايزين استقرار اداري ومالي وفني وبنيه تحتيه. انت اتكلمت على مشروع 6 اكتوبر، واتكلمت على هتعمل ايه مع الفرقه الرياضيه وتجديد اللاعبين وكذا، كل الكلام ده جميل، واحنا عايزينك ايه ما تخشش في مشاكل مع حد وتعمل اي صراعات او اي حاجه. اتكلمت برضو على الحادثه اللي حصلت بتاعه قطع التيار الكهربائي على القائمه بتاعه احمد سليمان لما كانوا جايين علشان يعملوا البيان بتاعه او يعملوا المؤتمر. فقلت ان هم بلغوك من الوزاره اكتر من 4 ايام، هم اجلوا الميعاد لحد ما جاي يوم الجمعه ودخل معاهم بلطجيه وقعدوا يشتموا الامن ويضربوا الامن وبتاع، وما تعرفش ايه بقى ايه اللي قطع النور. ما المهم يعني دي مواضيع المفروض ما تحصلش في نادي محترم. اللي عايز يتكلم يتكلم، واللي يقول بيانه يقول الكلام، لان انت طبعا عملك هو اللي بيدافع عنك، لكن الخناقات والحاجات دي حاجه مش مشرفه او حاجه بتسيء لسمعه نادي الزمالك. وطبعا ايه انت راجل كبير وراجل محترم، ويعني ابعد عن ايه عن كل هذه المهاترات والمشاكل يا سياده المستشار، وربنا يوفقك في الانتخابات الجايه ان شاء الله. واحنا طبعا ايه بنوجه رساله للجمعيه العموميه المحترمه وجماهير نادي الزمالك، وبنطلب منهم دائما كونوا دائما على قلب رجل واحد، وكونوا دايما متحدين متحابين، وتجنبوا الفرقه والاختلاف والتخوين، لان نادي الزمالك ملوش الا جماهيره وجمعيته العموميه المحترمه. فدافعوا عن ناديكم ولا تسمحوا لاي احد ان يهدمه ويدمره. وفي الانتخابات خلوا بالكم من اصواتكم اللي هي اللي بتجيب النادي، واعطوا اصواتكم للي يستاهل ويكون قادر على قياده نادي الزمالك العظيم في ظل هذه المنظومه الفاسده، حتى نتمكن من القضاء عليها. ولا تسمعي ايتها الجمعيه العموميه المحترمه كلام الاعلام اللي بيلمع اي مرشح من الدوله او اي اللجنه القايمه بتاعت احمد سليمان، لان دول جايين علشان الاهل هيكون راضي عنهم، لانهم هيكونوا ناس كيوت ولا بيهش ولا بينش، وبينفذوا التعليمات ويدخلوا النادي في عشريه سوداء. واحنا طبعا ما نتمناش هذا الكلام، وبنتمنى الخير لنادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك، ولكننا سنظل خلف نادي الزمالك ولن نتركه ولن نيأس ابدا لتحريره من مافيا الرياضه والمرتزقه المتزملكين. واقول لهم ان زمالك 2005 لن يعود، وان العشريه السوداء لن تعود ابدا مهما عملتم، لان الوقت والاعلام اختلف والجماهير اختلفت. ونوعدكم ان شاء الله اننا سنظل ندافع عن نادي الزمالك حتى يصبح نادي عالمي، وهذا يتطلب منا جميعا كجماهير ومحبي لنادي الزمالك الوقوف والتصدي لهم، وان نكون يد واحده وقويه. واوصيكم دائما بالمشاركه معنا في الدفاع عن نادي الزمالك بنشر فيديوهاتنا على اوسع نطاق حتى تصل الى كل الناس والمسؤولين واصحاب القرار في مصر. وطبعا انا يعني زعلان ان نسبه المشاهدات قليله، مع ان احنا مع ان جماهير الزمالك بالملايين، وعندنا حتى في قناه الجريء عندنا 26,000 مشترك. وطبعا لما يكون المشاهدات 1000 ولا 2000 ولا 3 ولا 5000 طبعا مشاهد ده قليل جدا. يعني المفروض الفيديوهات بتاعتنا يعني تكون زياده توصل ل 50,000 ولا 100,000. طبعا ده المجهود اللي احنا بنعمله، واحنا عايزين صوتنا يوصل لكل الناس في مصر عشان توصل لاصحاب القرار وتوصل حتى للرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا وارجو الا اكون قد اطلت عليكم، ولكن يا دين الحبيب يستحق مننا ذلك، واتمنى لكم جميعا الخير والسعاده، وان شاء الله سنعيد نادي الزمالك لمنصات التتويج والاستقرار والرقي والتقدم، وانا متفائل بالحب والتعاون. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
you